طبعا يجي من الخلف، هذا جينوس 2. طبعا نفس التوصيلات اللي موجودة في جينوس 1، ولكن هذا اللي هو حق التو ليفت سبيكر كان موجود هني ورا، الحين حطوها موجودة فوق مكتوبة. نفس الشيء، هاي كل الكونكشات الموجودة، المايك، الفوت، بيدل، عندك الاوكس ان، عندك اللاين اوت، عندك التو سوب اوفر، عندك هني الميدي بي، وعندك الميدي اي، وعندك شيء جديد اللي اضافوه اللي هو الاتش دي ام اي، هذا اضافه جديده على الجينوس 2. الاول ما كان موجود فيه الاتش دي ام اي، حنحطوا لك نظام الاتش دي ام اي. وطبعا هذا تو رايت سبيكر هني نفس الشيء عشان تحط عليه السماعات الثانيه. وهذا هو شكله من الخلف جينوس 2.